ميرسي قوي يا شيرلي. هتعملي ايه بعد ما تخلصي شعرك؟ هلفلف شويه في وسط البلد وبعدين ارجع على الفيلا. تحب استناكي؟ لا ما تتعبيش نفسك، انا هبقى ارجع بتاكسي. انت معاكي العنوان؟ طبعا. باي باي. طب حولها لي على خط 3. لويز ازيك عامله ايه؟ تمام. على فكره انا جبت لك معايا هديه حلوه قوي. حبيبتي مين؟ ميرسي. ها اخبار البنت ايه؟ استخدمت معاها جهاز كشف الكذب وعدت منه. ساميه ملهاش اي علاقه بالمخابرات المصريه. هايل هايل يا لويز. انت راجعه امتى؟ هقعد يوم او يومين في روما وبعد كده هرجع على اسرائيل. ليفي هكلمك تاني. شيرلي شيرلي نعوم، الخط اتقطع ليه؟ الخط ما اتقطعش، لويز هي اللي قفلت السكه يا ميجور. طب اطلب لي شلومه بسرعه. امال فين سامي يا ابو سليم؟ سامية نزلت وسط البلد مع شيرلي تشتري شوية حاجات. مع شيرلي؟ ابو سليم تليفون علشانك يا حبيبي. مين؟ ليفي بيتكلم من عند العم. ايوه يا ليفي. اديني لويز اكلمها. لويز مش موجوده، في حاجه؟ معرفش، هي كانت بتكلمني من شويه وبعدين فجاه قفلت السكه في وشي مره واحده. انتوا في حاجه حصلت عندكم؟ لا مفيش حاجه خالص. امال هي كانت بتكلمني ليه؟
جايز عايزه تقول لك ان ساميه نجحت في اختبار كشف الكذب. هي قالت لي ده. يبقى عايزه تحكي لك عن الحاجات اللي اشتريتها. ما انت عارفها كويس بمليون راي. اوكي اوكي يا شلومو، خلاص سلام. الجمال ده كله كان عندك حق تصممي تروحي عند الكوافير. وبعدين معاك يا ابو سليم. ايه مالك يا نبيل؟ بعبر عن اعجابي بمراتك، ده برضو عندكم ممنوع؟ لا مش ممنوع ولا حاجه. ميرسي على المجامله اللطيفه دي يا ابو سليم. كلامي مش مجامله، دي الحقيقه. طيب انا اظن انا كده خلصت شغلي. اه وبنجاح منقطع النظير. طب امتى هرجع مصر؟ انا كنت هكلم ايزاك عشان ننزل كلنا روما بعد الظهر، ومن هناك ممكن تسافري بكره او بعد بكره لو حبيتي. يا ريت بكره. للدرجات دي زهقتي مننا؟ لا ابدا، بس انا امي وحشتني قوي. بس اعملي حسابك ما تتاخريش علينا، وتجيبي معاكي اخبار حلوه زي المره اللي فاتت. وفلوسي؟ ازاك هيجهز لك فلوسك اول ما ننزل روما. طيب انا استاذنكم بقى، انا محضر شنطتي فوق. انا اسمي ايه؟ انت نسيتني ولا ايه؟ وانا؟ انت ايه يا نبيل؟ ما انا قايل لك يا ابو سليم، انا كمان محتاج اجازه عشان اروح اوضب اموري مع والدي ساميه وساميه، وانت عارف بقى الحاجات دي. طيب هنشوف. ازيك؟ خلي جاكوب يجهز عشان ننزل روما. الفيلم ده تاخده وتركب اول طياره على مصر. لازم يكون في الاطار الليله. طب وحضرتك يا فندم مش هتنزل مصر ولا ايه؟ أول ما اطمن على سامية. سيد عادل، لويس جولدمان وصلت يا فندم. ايه يا شيرلي يا حبيبتي؟ ده ليفي كان لسه بيسال عليك. ساميه فين؟ في اوضتها بتجهز نفسها للسفر. ابو سليم احنا لازم نتكلم. في ايه؟ مش هينفع هنا. تعال. هو في ايه يا نبي؟ شيرلي مال؟ مش عارف. بقول لك ايه؟ انا جعان، هقوم ادهبس على حاجه في المطبخ علشان اكلها، تيجي معايا يا حبيبي؟ انا هفضل قاعد هنا. اوكي براحتك. قولي ايه؟ المخابرات المصرية؟ سامية سامية
سامي مصيبة، سامي مصيبة. أنت متأكدة من الكلام ده؟ هو بعينه اللي كان بيحاول يشتري فريدريك في هامبورغ، وهو برضو اللي كان بيحاول يتفاوض معاه. شفته بعيني النهاردة مع سامية. طب والمعلومات اللي جابتها وكانت صحيحة؟ كانت طعم بعتتها لنا المخابرات المصرية عشان نثق فيها ونأمن لها وندخلها في وسطينا، وانت زي الغبي بلعت الطعم ده. البت دي خاينة، وانت عارف كويس قوي الخاين في عرفنا نهايته بتبقى ازاي. إيزاك! إيزاك! إيه يا شلومو يا حبيبي؟ في إيه؟ سامية فين؟ في أوضتها. ونبيل؟ نبيل كريم أنت العلا. اطلع هاتهم من فوق حالا. فين سامية ونبيل؟ مش في الأوضة. يعني ايه مش في الاوضه؟ هيكونوا راحوا فين؟ معرفش. اعتبرتك زي ابني. انت عمرك ما كنت ابويا. شباب ما تقوليش لامي اني كنت خايف. لازم تموت يا شيرلي، لازم تموت. هتموت بس مش قبل ما نقررها ونعرف علاقتها بالمخابرات المصرية وصلت لغاية فين. هات المسدس، هات المسدس. لا 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 لا. إيزاك دخلها لجوه، وانت اركب معي. سيد عادل. ايوه هاني. سيد عادل في حاجه خطيره جدا حصلت، لازم تيجي فورا. يهربوا؟ ايوه بس للاسف نبيل اتقتل وسامي اتقبض عليها. اتقبض عليها؟ العربيه تتنظف كويس. دول رجعوا من غير نبيل. اكيد تابوا في اي حته. طب والعمل يا فندم؟ لازم ننقذ سامي. انطعي انطعي. كان بيقول لك ايه؟ انطعي. تعالي. كان بيقول لك ايه قبل ما يموت؟ كان بيترجاني يموش لابنه انه جاسوس. امال هتقولي له ايه؟ بابا كان بطل. الرصاصه اللي انت قتلته بيها طهرته وعملت منه فعلا بطل. كان خاين مرتين، مرة عشان خان بلده ومرة عشان خان الناس اللي اشتغل معاهم.
عشان خني انا وانت زيه بالظبط. خاينه خاينه. خيانه العدو مش خيانه يا شالوم. وانا بقى العدو؟ انت وبلدك والعصابات بتاعتكو اخترتوا لنفسكوا الاسم ده من زمان ومصممين عليه من ايام كفر قاسم ودير ياسين لحد ابو زعبل والاطفال الغلابه بتوع بحر البقر اللي ملهمش دعوه بحاجه. انتوا العدو وهتفضلوا طول عمركم العدو. احنا العدو عشان انتوا عملتوا مننا اعداء. انتوا اللي خليتونا اعداء والعدو يستاهل يموت. فيبقى انت تستاهلي تموتي، انت واهل بلدك والعرب كلهم يستاهلوا يموتوا. وانا هقتلك هقتلك. كفايه كفايه يا شلومو، البنت هتموت في ايدك. لازم تموت يا ايزاك. لا يا شلومو، لا يا حبيبي. شلومو ايزاك بيتكلم صح. انا لسه متصله بالجنرال بنحاز دلوقتي والاوامر انها لازم تسافر اسرائيل وفورا. اسرائيل دي اوامر عليا يا شلومو. ودي هنخرجها من البلد ازاي يا حبيبتي؟ هتخرج يا ايزاك، هتخرج. وبعدين يا سيد عادل هنتصرف ازاي دلوقتي؟ خلي العربية معاك وراقب تحركاتهم اول باول. طب حضرتك رايح على فين؟ برونتو. ايوه سيد عادل. ابعت لي جميع العناصر اللي عندك في روما فورا. لسه مش عارفين يا فندم. طبعا يا فندم طبعا، احنا هنعمل المستحيل وربنا يوفق. مع السلامه. ايه يا هاني، ايه الاخبار؟ ايزاك وشاكوب خرجوا من شويه، روح على ورشه نجاره. عرفتش عاوزين ايه؟ عاوزين يعملوا صندوق. اوكي يا ليفي، والبيره دي. الصندوق هيبقى جاهز امتى يا ايزاك؟ بعد ساعتين هبعت جاكوب يجيب. جود. ليفي بلغني ان الطياره هتوصل الساعه 11 بالليل، لازم تبقوا جاهزين وفي المطار قبلها بساعه. نبقى ليه وانتي مش مسافره معانا يا حبيبتي؟ سوري يا ايزاك، انا هطلع اوضب شنطتي واطلع على روما، اريح لي يومين وبعد كده حصلكوا على اسرائيل. شلومو، مهم جدا ان انت وايزاك تبقوا في الطياره مع الصندوق طول الوقت. ساميه مش لازم تغيب عن عينيك ولا ثانيه واحده. مفهوم يا شلوم؟ انا عارف شغلي كويس يا لويز. طبعا، ما انت شلوم وكوهين اللي ما بيغلطش ابدا. عن اذنكم هطلع اودب شنطتي. عارفين هتعملوا ايه؟ تمام يا فندم. وانت هاني جاهز؟ جاهز يا فندم. يبقى اتكلوا على الله وخليكوا على اتصال بيا على طول. ايزاك، الصندوق. اطمني يا شيرلي يا حبيبتي، اول ما جاكوب يحط شنطتك في العربيه هبعته يجيبه.
المهم ما تتأخروش عن الطيارة. اطمني يا شكل. شلومو، مش عايز حاجة جيبها لك معايا من روما؟ لا. شلومو. سيد عادل، شلة اتحركت من قدام الفيلا يا فندم. تمام يا هاني، مجموعة واحد واثنين اجهزوا. المرحلة الأولى تمت بنجاح يا فندم. نفذ المرحلة الثانية وخليك عندك وبلغني أول بأول باللي بيحصل. تمام يا فندم. الصندوق وصل مستر إيزاك. أوكي يا جاكو، خلي الرجال ينزلوه يا حبيب. شلوم، الصندوق وصل يا حبيبي. أكتر حاجة بكرهها في حياتي الفشل. كل العمليات اللي عملتها في حياتي كانت ناجحة 100%، وعمري ما حد خذلني إلا أنتي. كان ممكن تبقي مليونيرة، ملكة، وكان ممكن كلنا نبقى حواليكي وننفذ لك كل طلباتك. أنا بالذات كان ممكن أحقق لك كل أحلامك، لكن أنت واحدة غبية اختارت أنها تحاول تنقذ حياة حد تافه ما يستاهلش حتى تمن الرصاصة اللي اتقتل بيها. مش هقول لك عملت كده ليه، واضح أن ده قرارك واختيارك. شلوم، احنا جاهزين تحت يا حبيب. سوري يا سامي حبيبي، أنا مضطر أشممك شم. Thank you.
سيد عادل. ايوه يا هاني. الجماعه اتحركوا يا فندم. اطلع وراه هعصلك في المطار. ازيك؟ متاكد من شحن الصندوق حصله؟ اوكي يا شلوم. خدوا بالكم وانتوا بتنزلوا الصندوق، في حاجات تتكسر. وانت خد العربية واسبقنا على روم. شالوم. كله تمام يا إزاك؟ تمام يا حبيبي، اطمن. الصندوق خلاص دخل المنطقة الجمركية. طيب خليهم يشحنوا الصندوق ويلا بينا. يلا. أنا صندوق رايح إسرائيل. هو ده. يا بنحس عملت لاندنج بقى لها 10 دقايق. شلومو كوهين مستني سيادتك جوه. يلا بينا. جبتها يا شلومو؟ هي فين؟ إذا جايبها وجاي. على مهلك انت وهو. ايه خايف عليها قوي كده يا شلومو؟ ايه الاصوات دي؟ الزهر البنت مفعوله. انت افتحوا الصندوق، افتحوا الصندوق، افتحوا. لويس، ايه اللي جابك هنا يا حبيبي؟ فكني اهو. ايه اللي عملته ده يا اخبية؟ هتفضل تتفرج عليا؟ فكني بقولك.